بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة تصفيات كأس العالم وتصفيات كرة استغلال كل هجمة داخل منطقة الجزاء المنتخب لتسجيل هذا اللقاء المهم المهم على مستوى الكرة العراقية، وإن شاء الله الكرة العراقية يعني تبقى يعني مستواها ويبقى مستواها عالي وراقي في القارة الآسيوية. خطأ أمير، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، الكرة تبعد من الدفاع من العماري وعنا بالمهارة بالحل الفردي، المساندة حاضرة من حسين، العرضية من حسين، عرضية كرة خطرة لمنتخبنا الإيطالية، كرة عالية عالية تصل سهلة، كرة خطرة إلى ميخاس، ميخاس يحاول هذه الركنية، ركنية الآن لمنتخبنا أنير، كرة تلعب وتصطد بشار بشار ينفذ الخطأ بتكتيك معين ضغط من علي جاسم حسن يا عيني يا حسن لامس هدف خامس هدف خامس يا عيني يا عيني جول خامس لعلي الحمادي في الدقيقة 88 لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير والسطر الأخير كتب بإقدار علي حمادي بهدف خامس نتورة اللي كانت على المنتخب الأندلسي هذه الضبابية يعني مزعج الحمادي يمر الكرة على طبق من ذهب لكن